الصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. والحقيقة النهارده يوم طيب، وأنا زرت الدكتور عبد الناصر في العيادة بتاعته، وكانت مفاجأة ليا ومفاجأة سعيدة جدا. يعني عيادة قيمة جدا وأنيقة وجميلة ولطيفة ونظيفة، وفعلا حاجة تناسب يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأتمنى هي تنتشر. شفت حالات كتيرة جدا من اللي عملها، وأدعو الله إن ييسر للأطباء المسلمين هذا العمل حتى تنتشر السنة ويكون رحمة للعباد. وإحنا نحب الخير للجميع يعني، ونتمنى يعني نيجي نزور المرة الجاية كده يكون عنده بقى 5 6 أطباء شغالين، ويبدأ بقى يعلم الأطباء حتى تنتشر السنة. وأدعو الله له بالتيسير والبركة والتوفيق. اللي ما لمست فيها من حب تعليمه الحجامة لزملائه الأطباء والبحث، والحقيقة محتاجة بحث وأجمع من هنا ومن هنا حتى إن أقدر أوضح للمسؤولين أهمية الحجامة وفايدة الحجامة والأساس العلمي في الحجامة، لأن الإنسان عدو ما يجهل. فلو قدرت أوضح له يبقى ده يعني رفعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحماية لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة إن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تثبت إن كلام الناس ده صح، اللي هو بنجيبه من الإنترنت، لكن ما بنجيبش هذه الكتب والدلائل عشان نثبت إن السنة صح. لا، السنة صح إن الطب إلهي قطعي، فهو يثبت لنا إن كلامهم صح. فيعني الإنسان يجمع من الشرق والغرب حتى يكون سبب لإقناع الناس وحماية سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأدعو الله بالتوفيق لأخونا الدكتور عبد الناصر، وأن يجعله سبب من نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونشر الدين كله في مشارق الأرض المغربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.